تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم، ملاحظاتكم، اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم بشكل أو بآخر في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة بكم. أرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية على 4006، وأيضا نتواجد معكم عبر البث المباشر على حساب على حساب نور دبي في الانستغرام. فحياكم الله معنا مستمعينا. يعني نبدأ برنامجنا حقيقة بهذه الدراسة، ولكن قبل الدراسة نسيت أرحب بطاقم البرنامج معي اليوم، والقواسمة في الإخراج وأيضا في التنسيق معايا ميرا المهيري. إذن الدراسة تكشف العلاقة غير المتوقعة بين النوم والحمل. ربطت دراسة علمية حديثة بين حصول السيدات على نوم ليلي جيد وإمكانية حدوث الحمل لديهن، لتكشف عن علاقة غير متوقعة بين عاملين يبدوان بعيدان عن بعضهما البعض. وحسب الدراسة التي أجريت في عيادة هانا بوسا في مدينة كوبي اليابانية ونقلت نتائجها عبر صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن النساء اللاتي ينعمن بنوم أفضل خلال الليل تزيد فرصهن في الحمل بنسبة كبيرة مقارنة باللاتي لا يحصلن على نوم جيد كما وكيفا. طبعا أجريت التجارب على 208 سيدات، تم سؤالهن عن عدد ساعات النوم وإمكانية استيقاظهن خلال الليل وعن أي إزعاج قد يتعرضن له أثناء النوم وما إذا كن يستخدمن الحبوب المنومة. وقسمت السيدات حسب نتائج التجارب إلى 3 مجموعات. المجموعة الأولى السيدات بلا مشكلات أثناء النوم بنسبة 65%، وأخريات بصعوبات متوسطة بنسبة 26%، ونساء يحصلن على نوم مليء بالمشكلات ونسبتهن 8.2%. وأجري تجارب تخصيب معملي لبويضات سحبت من النساء، فكانت النسبة الأعلى لحدوث العملية بنجاح من نصيب الفئة الأولى من السيدات اللي هم نسبتهم 62%، بعدين الفئة الثانية، وبعدين يعني قلت نسبة التخصيب لدى السيدات الفئة الثالثة وصلوا إلى نسبة يعني 48.4%. المهم خلصت الدراسة إلى أن النوم الجيد يمكن أن يكون واحدا من العادات المهمة التي تؤدي إلى استحسان أو تحسين الاستجابة لعمليات التخصيب لدى السيدات وتزيد من فرص حدوث الحمل. فناموا بارك الله فيكم في الليل، يعني من وقت وشبعوا ورقات. فالنوم يعني يوم يقولون النوم سلطان، هي إحدى المتع في الحياة، يعني مثلها مثل الأكل النوم. أيضا في متع في الحياة، يعني الواحد يحاول قدر الإمكان أن
يسويها بشكل صحي. المهم دراسة ثانية زين تقول الربو لدى الحامل سبب لانخفاض وزن المولود. قالت نتائج دراسة حديثة أنه يمكن تصنيف الربو لدى الحامل ضمن مضاعفات الحمل والتي تزيد احتمالات انخفاض وزن المولود عند الولادة، وتعتبر حساسية الربو من أكثر أنواع الالتهابات المزمنة شيوعا وتؤدي إلى قصر النفس والسعال. ومن المعروف أن أحد أهم الأسباب الخاصة بانخفاض وزن الأطفال عند الولادة هو تسمم الحمل، وقد وجدت الدراسة السويدية الجديدة التي أجريت في معهد كارولينسكا أن الحوامل المصابات بالربو يزداد لديهن خطر الإصابة بتسمم الحمل بنسبة 7%. النتائج أظهرت طبعا وهي اعتمدت على بيانات 700,000 حالة ولادة في السويد بين عام 2001 إلى 2013. النتائج تقول أن الحوامل المصابات بالربو تزيد لديهن أيضا احتمالات الولادة المبكرة واللجوء إلى عملية قيصرية. النتائج نشرت في جورنال أوف إليجري وتقول أن الربو عامل مؤثر يسبب مضاعفات للحمل ويلعب دورا في الولادة المبكرة وانخفاض وزن المواليد واللجوء إلى الولادة القيصرية. هذا من جهة. من جهة ثانية في دراسة أخرى شو تقول؟ تقول أن الولادة القيصرية قد تسبب السمنة لدى المولود في وقت لاحق. يعني شوفوا الحين حتى يعني أمسات أقرب على الدراسة عند النساء أنهم بدوا يتوجهون للعمليات القيصرية أكثر بدافع التجميل. ها بدافع التجميل. فيقول لك باحثون بريطانيون يقولون أن الأشخاص الذين يولدون من خلال عمليات قيصرية من المحتمل أن يصبحوا بدناء في وقت لاحق من حياتهم مقارنة بالأشخاص الذين تكون ولادتهم طبيعية. طبعا التحليل تم إجراءه على 38,000 مولود ونشر في مجلة بلوس ون العلمية. أظهرت أن نسبة احتمالات ظهور السمنة بين الأشخاص الذين ولدوا قيصريا كانت أعلى بنحو 22%. هاي نسبة كبيرة على فكرة. الباحثون أكدوا في المملكة المتحدة أنه من الأهمية أن تبلغ الأم بشأن العواقب الطويلة المدى للولادة القيصرية. الخبراء قالوا أنه ليس من الواضح ما الذي يحدث لهؤلاء بالفعل، ولكن الدراسة أظهرت أن من بين كل 100 حالة ولادة طبيعية هناك 60 شخص يعانون من بين كل 100 حالة ولادة غير طبيعية، يعني في 60 شخص يعانون من الوزن الزائد أو السمنة. ففي المتوسط تضيف الولادة القيصرية نصف نقطة لمؤشر كتلة الجسم للشخص. طبعا الدراسة قال فيها أحد المشاركين فيها الدكتور ماثيو هايد من جامعة إمبريال كوليج في لندن أنها يعني هذه زيادة تصل إلى 5 أشخاص في كل 100، وهو ما يشير إلى قلق كبير. ف تمثل يعني هذه الزيادة نصف وحدة فقط من مؤشر كتلة الجسم، لكن إذا كان لديك تلك الزيادة بين شعب بكاملة فسوف ترى زيادة كبيرة في الوزن وفي الآثار الجانبية التي ستحظى بالترويج الجيد. يعني هذه الفترة أنا قلت بخصصها لهذا الموضوع. ليش؟ لأن يعني هيئة الصحة دائما ما تتوجه بمشاريعها أن هي تحاول توجد النظام الغذائي ما بين فترة الحمل لين إن شاء الله ما يوصل الطفل إلى 12-13 سنة. في العديد من البرامج في هذا الخصوص، البارحة تكلمنا كذلك عن هذا الموضوع، وأعتقد أن نحن يعني المفروض أن نكثف عملية التوعية في هذا المجال، لأن يا جماعة الخير مسألة السمنة مسألة
مهمة جدا أن الواحد يراعيها عند أطفاله ويراعيها عند نفسه بعد كذلك. يعني في الكثير من البرامج اللي الواحد ممكن يتبعها، ولكن هذه البرامج بتخليك يعني تعيش حياة صحية. يعني ترى جلسة المستشفى صعبة، وانك انت تقعد مع احد من عيالك في المستشفى عنده آثار جانبية اخرى، يعني وايد مسألة صعبة. ما ادري كيف ممكن الواحد يتحمل مسألة ان يشوف عياله مصابين بالسمنة، وهذه الشغلة ممكن تؤثر على امراض ثانية. صح ان احيانا الواحد يقول لا يعني ما في شيء حاليا واموره طيبة، لا، في المستقبل بتأثر على هذا الطفل، لان هذا الحمل الكبير من الدهون على الجسم أعتقد أن الواحد لازم ينتبه له، ولازم يوعي عياله بهذا الموضوع. يعني أنت ما تقدر تمنعه مرة واحدة، زين، والطفل يشتهي هذا، لكن يخليه يتحرك في وايد أمور. يعني عموما ما نطلع فاصل، بعد الفاصل بنتكلم عن موضوع آخر إن شاء الله بعيد عن السمنة، موضوع جميل أنا أحب دائما أتكلم فيه، اللي هو له علاقة بمؤسسة نور دبي لمكافحة العمى. حصلوا ما شاء الله 3 شهادات في الآيزو. ما نتكلم عن هذا الموضوع، ما نتكلم عن المبادرات اللي حصلت على هذه المسألة مع ضيفنا في الاستوديو، بيكون أستاذ أحمد القضاء أخصائي الجودة والتميز في المؤسسة. فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام، وعبر اذاعتكم المميزه دائما اذاعه نور دبي. ارقام التواصل معنا 600551414، او عن طريق الرسائل النصيه على 4006. اللي عنده اي اقتراح، اي ملاحظه، اي شغله ممكن انه يعني تطور سير العمل في مرافق هيئه الصحه بدبي او حتى في القطاع الصحي في اماره دبي، فاتمنى انه يتواصل معنا على الارقام اللي ذكرتها، وايضا موجودين معاكم لايف عبر حساب نور دبي على الانستغرام. مؤسسة نور دبي حصلت يعني على 3 شهادات في الآيزو. طبعا هذه مؤسسة هي إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية. طبعا الشهادات هذه جاءت ضمن التزام المؤسسة المحلي والدولي بضمان أفضل الخدمات التشخيصية والوقائية والعلاجية التي تقدمها في مجال مكافحة العمى وتفادي جميع مسببات الإعاقة البصرية في شتى بلدان العالم. نحن نتكلم عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو الأستاذ أحمد القضاء أخصائي الجودة والتميز بمؤسسة نور دبي. صباحك الله بالخير أخوي أحمد. يا صباح الورد، أهلا وسهلا. طيب اليوم يعني نقول لكم أول شيء ألف مبروك على هذه الشهادات، عطنا فكرة عامة عن هذه الشهادات ومجالاتها. الله يبارك فيك. أول شيء صباح الخير إليك ولجميع المستمعين أو المشاهدين. سيدي العزيز، بالنسبة لحصول مؤسسة نور دبي على 3 شهادات، بحمد الله 3 شهادات آيزو، حصلنا إحنا على شهادة الآيزو 9001، وهي شهادة نظام إدارة الجودة، وأيضا حصلنا على شهادة الآيزو 22301، وهي شهادة نظام إدارة استمرارية الأعمال، والشهادة الأخيرة اللي هي شهادة الآيزو 26000، وهي المسؤولية المجتمعية. جميل، يعني آخر شهادة هذه جميلة جدا، اللي هي المسؤولية المجتمعية. طيب عطنا تفاصيلها واحدة واحدة. أوكي، لو بدنا نبلش بالكواليتي مانجمنت سيستم الآيزو 9001، يعني هاي هي الشهادة طبعا الأساسية لكل مؤسسة. الآيزو 9001 هو طبعا يعني نظام أو سيستم بحافظ أو بيخلي المؤسسة قادرة على مراقبة مستويات الجودة. جميل. وإدارة العمليات، وطبعا بيوصل المؤسسة
من خلال هاي الـ requirements إنها تقدر تقدم خدماتها بأفضل ما يمكن. طبعا عن طريق متابعة ومراقبة مؤشرات الأداء لكل العمليات والأنشطة. طبعا للوصول للغاية الأسمى وهي إسعاد المتعاملين. هاي بالنسبة للآيزو 9001 نظام إدارة الجودة. أما بالنسبة لنظام البزنس كونتينيوتي نظام إدارة استمرارية الأعمال اللي هو 22301، طبعا هاي الشهادة هي أول معيار معتمد عالميا لإدارة استمرارية الأعمال، وطبعا هو جزء من نظام الإدارة الشاملة اللي بتنفذ وبتحسن وبتراقب الأعمال كاملة. طبعا الايزو 22301 هو مين اللي بيهتم بترتيب الاولويات وفهم كل التحديات والتهديدات او المخاطر اللي بتواجه المؤسسه وعملياتها وانشطتها، فبتقلل من احتماليه التعرض لهاي الحوادث او هاي هذول الريسكس، وايضا بتعمل على الحد من اثارها السلبيه. بالنسبة للآيزو 26000 اللي هي المسؤولية المجتمعية، هاي الشهادة بتهتم بأهم التوصيات الدولية المتعلقة بإطفاء المزيد من المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية على المؤسسات. طبعا هذا الحكي بيساعدنا على صياغة استراتيجية طويلة الأمد للمسؤولية المجتمعية، وكيف إنه إحنا نطبق هاي الاستراتيجية مهما كانت طبيعة العمل المؤسسي أو شو ما كان. فيعني هدول ملخص عن الثلاث شهادات. جميل. يعني حصول المؤسسة على هذه الشهادات هي لها أهمية كبيرة طبعا، وصار لها تحضير وصار لها يعني العديد من التحضيرات للوصول إلى هذه الجودة، إلى هذه المعايير الخاصة بالجودة والتميز ضمن هذه الشهادات. أخوي أحمد، نحن نسينا نعطي المستمعين فكرة عامة عن مؤسسة نور دبي لمكافحة العمى، وانتم اسمكم على نفس اسم الإذاعة فلكم مكانة خاصة يعني. فخبرنا عن البرامج والأمور اللي تقدمونها ضمن هذه المؤسسة. أكيد طبعا. هلا أكيد مؤسسة نور دبي هي إحدى مبادرات الشيخ محمد بن راشد العالمية الإنسانية. طبعا هي مؤسسة تعنى بمكافحة العمى وأمراض العيون. الحمد لله وصلت مساعداتنا على مستوى العالم ل 25 مليون شخص حول العالم. 25 مليون شخص تم علاجهم أو تقديم الخدمات أو تقديم خدماتنا خاصة بأفريقيا أكثر شيء وبآسيا. ممتاز. يعني في الدول الفقيرة والمحتاجة والمنكوبة. والله رقم كبير ما شاء الله، 25 مليون مريض. نعم. أتذكر في فترة من فترات يعني حتى الحديث مع الدكتورة يمكن في حدود يعني عمليات جراحية قمت فيها بالنسبة لي العيون تجاوزت يمكن 20,000 أو أكثر. لا أكثر 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 من عمليات جراحية، ما أتكلم عن الفحص والخدمات وكذا. نعم. وتوزعون نظارات بعد كذا. منوزع نظارات، في عنا طبعا عيادة العيون المتنقلة، هاي عيادة الحمد لله عيادة متميزة وفازت ببرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز. كانت بتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات. بالضبط، وهيئة الصحة بدبي. هيئة الصحة بدبي هذه نعم. نتاج إحدى الشراكات ما بين المؤسسات طبعاً. الحكومية. وهذه أيضا دعوة نحن نقدمها لرجال الأعمال، دعوة للمؤسسات أكيد. والشركات الخاصة والحكومية اللي حابين يساهمون في البرامج اللي تقدمها نور دبي. يعني ممكن يتواصلون معاكم. طبعا احنا بنرحب باي شراكه او اي تعاون من القطاع العام او من القطاع الخاص،
ودائما صراحة بنطمح لهاي الشركات الفعالة والناجحة إن شاء الله. جميل، لأن يعني نور دبي هي مؤسسة يعني أو مبادرة كانت من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤسسة عالمية خيرية غير ربحية. نعم. تركز يعني نشاطاتها في الدول النامية، تأسست في 2008 بالضبط، بال 2008 في سبتمبر 2008 بالضبط. وأيضا يعني تعمل مع العديد من القطاعات العالمية كذلك للقضاء على مسببات العمى والإعاقة البصرية اللي يمكن علاجها أو طبعاً. حتى الوقاية منها أكيد. يعني دائما تركز دكتورة منال تريا من المدير التنفيذي لهذه المؤسسة على البرامج الخاصة بمكافحة التراخوما مثلا. نعم، مع مركز كارتر. نعم. مع مركز كارتر في شراكات عالمية عندكم. أحمد، شو تبغي تخبرنا أكثر عن نور دبي بعد؟ والله بدي أحكي لك عن الرحلة التحضيرية للمؤسسة، كيف حصلنا على هدول الثلاث شهادات بإيجاز يعني. أكيد. تفضل. إحنا بلشنا ببناء أو بلشنا بالعمل على هذا الموضوع من أكثر من 14 شهر فبدأنا بالبداية ببناء هاي الأنظمة من الزيرو، بلشنا ببناء هاي الأنظمة طبعا بما يتوافق مع نشاطاتنا وأعمالنا كمؤسسة. ممتاز. بعد ما خلصنا بناء هاي الأنظمة بلشنا بالتطبيق الفعلي على أرض الواقع. استمرينا بالتطبيق الفعال لمدة تقريبا 12 شهر. بعد هيك بلشنا بمراحل التدقيق. طبعا التدقيق من الشركات الخارجية اجوا دققوا علينا، والحمد لله كانت نتائج التدقيق كفيلة أنه إحنا نحصل على هدول الثلاث شهادات. وأكيد دائما المرحلة الأخيرة والمهمة هي مرحلة المحافظة على فعالية مثل هذه الاعتمادات الدولية. ممتاز. نعم، احنا نتمنى لكم التوفيق الدائم اخوي احمد، وان شاء الله يا رب نشوفكم من نجاح الى اخر. هذه مؤسسه نفتخر بها حقيقه على مستوى دوله الامارات العربيه المتحده، مؤسسه لها الكثير من الاسهامات العالميه ولها الكثير من يعني الإنجازات اللي تحققت. فأي شغلة تصير لهذه المؤسسة نفرح بشكل كبير، لأن يعني من 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 بد المؤسسات الغير ربحية دائما ما يعني يسعى سيدي سمو الشيخ صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى يعني تقديم يد العون للإنسانية ككل. ليس هنالك فرق ما بين أي شخص، ما دام أنا أقدر أساعده فدولة الإمارات يعني سباقة في هذا المجال دائم. وهذا النهج اللي ورثناه عن حكامنا عن مؤسسيها هذه الدولة الخيرة الطيبة، هذا نهج زايد رحمة الله عليه. وأيضا هي توجهات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الله يحفظه يا رب. فهذه دعوة لكم مستمعينا. النظارة كم تكلف أحمد؟ يعني $5. $5 يعني ولا شيء، يعني ممكن تتبرع بنظارة لأحد المحتاجين من هذه الدول. هلا عنا عام زايد كمان من 2018. أي ما شاء الله عليكم، عملتوا يعني الكثير من المشاريع اللي كانت في السابق أيضا في عام الخير وغيرها طبعا. من المبادرات، ولكن تظل مسألة أن الواحد يساهم بشكل أو بآخر في الأعمال الخيرية. أكيد. زين، بغرض إنساني صح. منها مؤسسة نور دبي. أكيد. اللي ندعوكم للمشاركة، بتحصلون وايد طرق للتبرع لهذه المؤسسة. فاللي عنده بيزات، اللي عنده مبادرات، اللي قادر إنه يتبرع أو أفكار أو اقتراحات، إحنا دائما حاضرين وجاهزين لنسمع كل ال. أي، وعندكم أيضا بعد حتى الفنانين اللي عنده مسامات فنية كذلك ممكن أنه يشاركون في هذه المؤسسة. أكيد. وباب التطوع كذلك مفتوح، لأنه كنا عاملين قبل فترة R4 Site. أي. هو مزاد خيري أكيد
عرفت عنه. فنفس الإشي إحنا أي مجال للدعم إحنا دائما منرحب فيه. ممتاز. أحمد القضاء أخصائي الجودة والتميز بمؤسسة نور دبي، شاكرين لك هذا التواجد، أتمنى لكم التوفيق الدائم. الله يسلمك يا أخي، إن شاء الله يا رب يكون هذا العمل في ميزان حسناتكم. بارك الله. شكرا لك. إذن بعد الفاصل مستمعينا بنتكلم عن موضوع جميل جدا وموضوع مهم جدا، معرض إكسبو الدولي لأصحاب الهمم. هذا جانب من الموضوع اللي بنتكلم عنه من خلال مشاركة هيئة الصحة بدبي في هذا المعرض، وأيضا بتكون معنا الدكتورة لطيفة الرستماني استشاري طب العائلة ورئيس مكتب خدمات أصحاب الهمم في قطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام 00551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. تشارك هيئة الصحة بدبي يوم غد الثلاثاء بفعاليات معرض إكسبو الدولي لأصحاب الهمم الذي يستمر أو تستمر فعالياته بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض حتى يوم الخميس المقبل. طبعا الهيئة بتستعرض ضمن هذه المشاركة حزمة من خدماتها المتميزة التي تقدمها لأصحاب الهمم بمختلف منشآتها الصحية المنتشرة في أنحاء إمارة دبي. نحن نتعرف على هذه المشاركة، معنا في الاستوديو الدكتورة لطيفة رستماني استشاري طب العائلة ورئيس مكتب خدمات أصحاب الهمم في قطاع الرعاية الصحية الأولية. صبحت الله بالخير دكتورة. أهلين، صباح النور والسرور. أنا بطلب منك بس شوية تقربين المايك منك دكتورة، ممكن تحركينا بديت يتحرك المايك. أيوة دكتورة، خلينا نتعرف في البداية على أهمية المشاركة في هذا المعرض. طبعا هذا المعرض يقام كل سنة تقريبا، تعرض فيه جميع المنشآت والمراكز اللي لها خدمات خاصة، تقدم خدمات لأصحاب الهمم. وهذا المعرض أهمية أنه يعتبر يضم جميع هذه الخدمات في مكان واحد، فيخدم الأخصائيين، يخدم أصحاب الهمم نفسهم، عائلاتهم، أن يجون يشوفون شو الخدمات الموجودة في إمارة دبي وشو هي الخدمات الموجودة سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي. وإمارة طبعا إحنا كهيئة الصحة بدبي عندنا فئة كبيرة من المتعاملين من أصحاب الهمم، لذلك نحرص على أن نشارك في هذا المعرض عشان نعرض الخدمات الأساسية الموجودة عندنا في الهيئة. شو هي الخدمات اللي عندنا نحن في الهيئة وأيضا ما نعرضها في 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 هذه المشاركة؟ طبعا خدمات الموجودة في هيئة الصحة لأصحاب الهمم خدمات أساسية ضرورية، يعني لازم يحصلون عليها من خلال هيئة الصحة في دبي. وهي يعتبر خدمات مدموجة في الخدمات في يعني منشآت ومراكز الصحية الخاصة في في هيئة الصحة. مثل عندنا خدمات الكشف المبكر عن التوحد عن تأخر النمائي الموجودة في وحدات صحة الطفل بهيئة الصحة في مراكز الرعاية الصحية الأولية. عندنا خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل موجودة عندنا في مستشفياتنا في مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. وأيضا عندنا راح نقدم أيضا في المعرض خدمة جديدة إن شاء الله راح نفتحها قريبا في مركز المزهر الصحي، هي وحدة التدخل المبكر إن شاء الله. جميل، خبريني دكتورة عن وحدة التدخل المبكر، حلو الاسم هذا. طبعا التدخل المبكر يأتي أهميته أن إحنا من إحنا نعمل على استراتيجية دبي لأصحاب الهمم. هيئة الصحي المسؤولة عن محور الصحة وإعادة التأهيل، وجزء أساسي من محور من برنامج الموجودة في هذا المحور هو برنامج التشخيص والتدخل المبكر. يأتي مثل ما نقول موازاة مع برنامج الكشف المبكر، بما أننا راح أطلقنا برنامج الكشف المبكر في مراكز الرعاية الصحية الأولية. أي
طفل تكون نتيجته إيجابية أو في تأخر في النمو من خلال هذا الكشف المبكر راح يحصل على خدمات التدخل المبكر اللي إن شاء الله راح تنطلق في مركز المزهر الصحي إن شاء الله قريبا. وطبعا راح يقدم خدمات تشخيص وتقييم، راح يقدم خدمات علاجية من خدمات علاج النطق، علاج طبيعي، علاج الوظيفي، تنسيق متابعة الخدمات، دعم الأسرة وإشراكهم في البرامج، البرامج الخطط العلاجية، وأيضا دعم لهؤلاء الأطفال سواء في المنازل ودمج في المدارس إن شاء الله. طيب دكتورة، أنت في بداية الحديث تكلمتي عن يعني مرض التوحد والتأخر الإنمائي لدى الأطفال، وذكرتي أيضا عن الكشف المبكر كذلك في هذا الإطار. أبغى أتكلم شوي بالتفصيل عن هذا الموضوع، لأن الفترة الأخيرة قمنا نشوف يعني انتشار مثل هذا المرض بشكل كبير في المجتمع، يمكن مو منتشر بس قمنا نسمع وايد عنه في يعني بيوت كثيرة عندهم أطفال مصابين بالتوحد. شو الأسباب ليش هذا المرض بدينا نسمع عنه في الفترة الأخيرة بهذا الشكل؟ هو طبعا ما في يعني الابحاث ما اثبتت ان في يعني سبب معين، في اسباب جينيه بيئيه، طبعا يمكن الاطفال كانوا موجودين لكن ما يتم تشخيصهم بشكل مناسب، يقولون مثلا طفل متخلف او طفل متاخر او طفل صعب او عنده حركة زايدة. في الآونة الأخيرة يعني في برامج كشف مبكر، في برامج تشخيصية أدت لتشخيص أطفال. أيضا عالميا في زيادة في نسبة هالأطفال، يعني عالميا أثبتوا أنه يعني واحد من كل 68 طفل مصاب بالتوحد. فإحنا كبيرة هذه. أي طبعا، فجدا. بس يعني طبعا توحد درجات، يقولوا اوتيزم سبيكتروم ديستورجر، سبيكتروم يعني في بسيط وفي شديد. في اطفال كثير يعني من خلال برامج تدخل مبكر ياخذون تدخل مبكر لشهور او لسنوات، وبعدين على طول يدمجون في المدارس، والحمد لله يعني يحصلون اذا حصلوا على الخدمات المناسبه يعني يعتبرون الخدمات المناسبه. سواء انت تعطيني مثل مبادرات وفي برامج في المجتمع، ويعرف شوي طلعت برا عن موضوع المشاركة. في تأخر في النمو الجسدي أو في التطوري أو في مهارات الكلام، في مهارات اللغة، عشان الطفل فيه مشكلة البرامج كل الأطفال. أوكي. في فئات عمرية معينة، 9 شهور 18 شهر وعلى عمر 3 سنوات يقوم بها برامج الكشف المبكر، يعني يكون عن طريقها استبيان، يشيكون على يعني في على تطور الطفل من ناحية الكلام، من ناحية الحركة، من ناحية المهارات اللغوية، التواصل الاجتماعي، كل هالأشياء في يكونوا يعني ينظرون إلى هذا الطفل واصل إلى الدرجة المفروض يكون فيها. ممتاز. فإذا في أي تأخر سواء في النطق، سواء في الحركة، سواء في المهارات الاجتماعية، على طول هذا الطفل نسوي له تقييم وندخله في برامج تدخل مبكر، ويحول على الأخصائي المفروض أنه يسوي له تشخيص، وبعدين يتم تشخيص هذا الطفل سواء توحد أو أي تأخر نمائي ثاني، فرط حركة أو تأخر في الحركة أو أي إعاقة ثانية، وبعدين من خلال برامج تدخل مبكر يحصل على الخدمات المفروض توصله إلى أنه يقدر أنه يحصل على خدمات في المدارس أو في المجتمع. طيب أيضا هيئة الصحة لديها برامج ومبادرات متميزة لخدمة أصحاب الهمم. دكتورة خلينا نتعرف على هذه المبادرات شوية بشكل مفصل إذا حاب تركزين على بعض هذه المبادرات. طبعا مبادرات تقوم فيها هيئة الصحة لأصحاب الهمم هي مبادرات مثل ما قلنا مدمجة في جميع الخدمات، يعني احنا نحاول ان احنا الخدمات الموجودة في هيئة الصحة ان يقدرون يوصلون لها أصحاب الهمم مساواة بشكل احنا نساويهم في جميع الفئات الأخرى. يعني مثلا احنا نهيئ المباني هيئة الصحة انها تكون صديقة صديق أصحاب الهمم من ناحية المسارات الخارجية،
الأولوية. المرافق الأولويات أنه يقدرون عليه يحصلون على المعلومات من خلال الموقع الإلكتروني، من خلال التطبيقات الذكية. صحيح. بطريقة يقدرون يستعملونها من خلال أيضا في من خلال يدمجون من خلال سياسات التوظيف والبرامج التدريبية. نحن ندرب حتى موظفينا من فئات الإدارية، من فئات التمريض، أن هم يقدرون يتعاملون مع هاي الفئات. في حتى حاليا تدريب على لغة الإشارة، تدريب على كيفية التعامل مع أصحاب الهمم يخضعون لها موظفينا. وأيضا البرامج مثل ما قلنا، الخدمات الأساسية، خدمات العلاج الطبيعي، إعادة التأهيل، الكشف المبكر والتدخل المبكر إن شاء الله. جميل. الأهداف اللي تسعى لها الهيئة من خلال هذه البرامج والمبادرات دكتورة، أكيد الهدف الرئيسي هو يعني إدماج هذه الفئة ضمن المجتمع، ولكن هنالك بعض الأهداف اللي حابة مثلا تتطرقين لها. طبعا أهدافنا أن طبعا لكل برنامج له أهداف معينة. يعني مثلا لو قلنا خدمات الكشف المبكر، مثل ما قلنا أن إحنا أهميته أن إحنا الأطفال نقدر أن نشخصهم بشكل سريع ويحصلون على خدمات، نقلل من القيم من التكلفة النفسية المادية على المجتمع، على الأسرة، نوعي الأسر. مثل ما قلت وايد ضروري أن الأسر يكونون واعين أن هاي الكشف جدا ضروري، ولازم يأخذون الوقت أن لما الطبيب أو الممرضة يعطيهم الاستبيان، عبوا هالاستبيان يأخذونه بطريقة يعني إيجابية جدية أن يعبون ويحرصون أن يحطون المعلومات الصح في هذا الاستبيان. أنه إذا الممرض أو الطبيبة قالت لهم أن الطفل فيه تأخر، له ما يأخذونه بطريقة سلبية ويزعلون أن ليش طفلي فيه تأخر، لا بالعكس يعتبرونه مثل تنبيه أن الطفل يحتاج إلى برامج أساس أنه يقدر يوصل للمستوى المطلوب. أيضا من الأهداف أن إحنا هؤلاء الأطفال يدمجون أو يدمجون في المجتمع، يدمجون في المدارس، في جميع الخدمات الموجودة، أن إحنا نزيد من مداركهم، من تطورهم تعليمية وتطورية. أيضا أحد من أهداف المهمة اللي هو دعم الأسر وتقديم لهم المعلومات الصحيحة، ومن ناحية التقييم وشو هي البرامج اللي الطفل راح يحصل عليها، يكونون شركاء معانا. يعني إحنا ما نحط خطة علاجية وخلاص والأهل ما يدخلون فيها، بالعكس نأخذ الأولويات الأهالي ونحطها في الخطة العلاجية ويكونون شركاء معانا. يعني نحاول ان احنا الخدمات موجودة في المركز وايضا في البيت، تكون موجودة في جميع الأماكن اللي موجود فيها الطفل. وايضا نزيد من وعي المجتمع في برامج توعية ان شاء الله، وحملات توعوية لأهمية هاي البرامج الموجودة. و ايضا تنسيق الخدمات مع جميع، يعني مثلا احنا صح راح نفتح وحده التدخل المبكر، لكن في اهميه كبيره على برامج الموجوده في القطاع الخاص، فاحنا بيكون معانا شراكات مع نختار بعنايه مراكز موجوده في القطاع الخاص اللي تقدم هالخدمات، على اساس انه يكون في اختيار للاهل اذا حابين يروحون القطاع الخاص نختارهم بعنايه ونتابع معاهم حالات هؤلاء الاطفال. ايضا جميل دكتور، انا ابغى اتطرق احيانا لمساله انه يمكن برجع لي الحوار اللي بديناه، هل لنمط الحياة الحالي يعني أثر بشكل أو بآخر على هذه النسبة، أن الطفل ما بين كل 60 أو 65 طفل قلتي لي على مستوى العالم يعاني من مشكلة في التأخر الإنمائي، فهل هنالك يعني أسباب خاصة بنمط الحياة بعيد عن الأسباب الوراثية، لأن هذه من الله الأسباب الوراثية، ولكن نمط الحياة اللي نعيشه حاليا أو العادات اللي قاعدين نسويها، هل لها تأثير في هذا الموضوع؟ هو يعني كأمراض يعني أو يعني مثلا التوحد ما له علاقة بالسلوكيات، يعني في مثل ما قلت أسباب جينية. أسباب وراثية، أسباب بيئية، لكن في مثل ما تقول سلوكيات يقوم بها الأهل ممكن تؤدي لتأخر النطق في الطفل وتؤدي لمشاكل وتأخر في المستقبل. مثلا أن الطفل يتكلمون معه بأكثر من لغة في البيت، يعني مثلا حد يكلم إنجليزي حد يكلم عربي، فلازم يوحدون اللغة من بداية حياة الطفل. ثاني شيء استخدام
الإلكترونيات مثل الآيباد والآيفون وهالأشياء. أنا ما ألغي أهميتها طبعًا، هاي مهمة، التكنولوجيا مهمة وضرورية، لكن نحد من استخدامها خصوصًا في السنوات الأولى من الطفل. ما ينعطى الطفل تليفون أو آيباد قبل ما قبل سنتين أو ثلاث سنوات، يعني يكون في تواصل أكثر مع الطفل، نتكلم معه، نحاوره، نتأكد إنه هو قاعد ينطق الكلمات، مو بس حتى مو بس بس أوامر تعالوا، يكون في حوار مع الطفل يعني. جميل. ونوحد اللغة يعني مثلا احنا طبعا هذا اللي بغيت اتكلم عنه دكتورة. شو تقصدين توحيد اللغة الحين؟ هاي مشكلة تراها، ايش قاعد يتكلمون معه؟ يعني يختارون يا انجليزي او عربي وخلاص، والكل يتكلم في البيت مع الطفل. هذه مسألة وايد مهمة. ها؟ طبعا مهمة على اساس انه يتطور الطفل لغويا، كيف الطفل بيتكلم او بيفهم الكلمات من غير ما احنا نكلمه، وما يكون بس مستقبل من خلال التلفزيون. كيف بيعرف امه؟ لا أكيد المربية ولا أمها؟ لا أكيد بيعرف أمها، لكن يمكن مع انشغال الحياة ويعني الواحد يلهى عن الأطفال، لكن حتى لو مثل ما نقول كواليتي تايم يعني وقت مستقطع مع الطفل، حتى لو نص ساعة في اليوم يكون في حوار كلام نسمع منه، نتأكد إن هو قاعد يعني. بعد وايد مهم إن الأهالي يعرفون شو مراحل تطور الطفل، يعني مثلا إذا عمر ولد عمر السنة شو المفروض يسوي، كم كلمة المفروض يتكلم، هل المفروض يمشي، هل المفروض يشوف في تواصل بصري، يقدر مثلا يمسك الأشياء، كيف يستخدم أصابعه، كيف يستخدم القلم، كيف يستخدم الألعاب البسيطة، يعني عارفين شو هي مراحل تطور، عشان إذا في أي تأخر أنا ما راح أنتظر الكشن وبكر، يمكن الموعد يروح أو يعني في مشكلة تكون، بس على الأقل أهل يكونوا واعين طفلي لا متأخر، أخذ الموضوع بجدية وأروح عند الطبيب وأقول إن عندي أي استفسار أو أي أسئلة حب أسئلها. يعني الحين مسألة مهمة جدا سأل المستمعين، أن الطفل ما تم عملية التشويش عليه بأن ممكن الواحد يكلمه بأكثر من لغة، هذا واحد. اثنين، الله يخليكم، الأجهزة الإلكترونية أو يسمون اللوح الذكي هذا، ابعدوه قدر الإمكان عن أطفالكم. يعني حرام، أنا أشوف حتى في المولات في كذا بس يعطون الطفل هذا الجهاز عشان يسكتونه. دكتورة يعني يكون في وقت معين، يعني انت ما تقدر تلغي استخدامه، يعني مثلا الحين حتى في المدارس كل الواجبات وكل الاشياء بالايباد، بس ثلاث سنوات سنتين يعني قاعد يلعب في الايباد، صعب دكتورة. ممكن نحد استخدامه يعني تحت السنوات تنتين طبعا المفروض ما ينعطى، وبعدين ينحد استخدام نص ساعة بالكثير ساعة في اليوم، وتكون يعني لو يعني مثل ما نقول الإنسان عدو ما يجهل. أنا أتعلم عن الآيباد، أشوف شو خصائصه، شنو مميزات اللي فيه، كيف أنا أقدر أدخل أشوف الطفل شو يسوي في الآيباد، كيف ممكن أحد الوقت، أحط له تايمر، أحط له توقيت معين يلعب فيه، وأنا يعني أختار البرامج المعينة لفئته العمرية، ما أخلي الباب مفتوح لكل شيء. ومثل ما قلنا الحوار ثم الحوار مع الطفل هذا جدا مهم. الطفل ذكي ويقدر يعني يتعلم أكثر من لغة، لكن اللغة الأم جدا مهم أنه هو يتعلمها من بداية حياته، وبعدين في المدرسة راح يتعلم اللغة الثانية. سؤال واصل لنا دكتورة يقول السلام عليكم، هل التوحد يصنف مرض؟ هو يعتبر مثل ما نقول أوتيزم سبكترم ديس أوردر، يعني مثل اختلال، مش مرض يعني كأنه يعني يحتاج علاج، بس يحتاج يعني تدخلات معينة، علاج سلوكي وظيفي، يعني مهارات معينة يحتاج يتعلمها الطفل. جميل. دكتورة لطيفة الرسماني استشاري طب العائلة ورئيس قسم أو رئيس مكتب خدمات أصحاب الهمم، نحن شاكرين لك يعني هذه التوضيحات. صح أن نذكر بس أن الهيئة سوف تشارك في معرض إكسبو لأصحاب الهمم، إكسبو الدولي لأصحاب الهمم، منكون موجودين من باكر وعقبة وعقبة اللي هي الخميس، من الساعة كم للساعة كم دكتورة؟ من الساعة 10 صباحا إلى 6 مساء، وأدعو الجميع أن يزورون المعرض ويتعرفون على الخدمات. الدعوة عامة إذن للجميع، فحياكم الله في هذا المعرض وتعرفوا على هذه الخدمات. الأسئلة على الإنستغرام أرد عليها إن شاء الله بعد ما ننهي من البرنامج هنا. شكرا لوائل، يا بقول وائل زعتة، وائل قواسمة،
شكرا لك. كل الشكر لميرا المهيري، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.